اهلا بيكم في قناتي تيباوي النهارده الجزء الثالث لطريقه انشاء كيو ار كود كنا خدنا في الجزء الاول طريقه انشاء كيو ار كود عن طريق مواقع الانترنت واخترنا افضل موقعين بيقدموا خدمه الكيو ار كود بطريقه سهله وبسيطه ومجانيه وفي الجزء الثاني عرفنا ازاي ننشئ كيو ار كود عن طريق برنامج الانديزاين وفي الجزء ده ان شاء الله هنشرح مع بعض طريقه انشاء كيو ار كود من خلال مجموعة مايكروسوفت اوفيس اللي هي الوورد والاكسل والباوربوينت وقبل ما نبدأ ما تنساش الاشتراك في القناة لو مش مشترك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ولايك للفيديو فلنبدأ على بركة الله <applause> هنروح مع بعض دلوقتي لاي برنامج من برامج المايكروسوفت اوفيس ولو يكن الباوربوينت هنفتح مع بعض الباوربوينت ونيجي زي ما احنا شايفين مثلا عندنا الديزاين ده او البرزنتيشن ده هاجي من قائمة انسرت. اضغط على انسيرت ونيجي هنا على جيت اد اي ان اس وهنيجي هنا في السيرش ونكتب كيو ار ونضغط سيرش اول اختيار هيطلع معانا اللي هو ده كيو ار فور اوفيس ونعمل هنا كونتينيو وبكده بقى عندنا الكيو ار كود نقدر ان احنا نطبقه على البرزنتيشن بتاعنا زي ما احنا شايفين البرزنتيشن بتاعي ده في لينك الصفحه بتاعت يوتيوب قوي. طب انا عايز يخش على الصفحه دي عن طريق الكيو ار كود فهاجي هنا كده أضغ... اعمل سيلكت اول اعلم على اللينك كله واضغط هنا كليك يمين واختار كوبي بعد كده اروح هنا في المكان ده اضغط بيست زي ما احنا شايفين اهو نزل معايا الموقع بتاعه. طب هو هنا الموقع ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن اتش بي اس من هنا هختار التايب بتاعه ان هو اتش بي اس طب انا لو عايز احط هنا ميل انه يعمل سند ايميل او ميل تو. عايز احط رقم تليفون عايز يبعت رسالة مسج هيبقى من خلال الاختيارات دي ونيجي هنا الاوبشن هنا اقدر ان انا اغير لون الكيو ار كود بتاعي زي ما احنا قلنا الجزء التاني اللي هو كيو ار كود عن طريق الانديزاين يفضل اللون الاسود فانا هنا هنختار برضو اللون الاسود وهنا بيقول لك اختيار الباك جراوند اللي هي الخلفيه بتاعته شوف انت برضو حابب تكون لونها ايه بس برضو يفضل تكون ابيض وهنا السايز السايز يفضل ان انت تعمله 300 ما تزودش عن 300 يعني كفاية أو تلتمية ميتين سبعة وتسعين ماشي أوكي بعد كده أجي أعمل إنسرت هلين نزل قدامي بالصورة دي أقدر بقى إن أنا إيه حتى أغير حجمه وأحطه هنا كده وبالتالي أنا مبقتش محتاج خلاص التكست ده أمسحه وبقى عندي هنا كلمة أو في البرزنتيشن بتاع يوتيوباوي أحمد الجلاد ومجرد إن هنعمل سكان هنا على الكيو آر كود ده هيدخلني على طول على صفحة يوتيوباوي على اليوتيوب طب تعالوا نجرب مع بعض إن إحنا ندخل عن طريق التليفون هعمل سكان للكيو آر كود ونشوف هيدينا إيه نعمل سكان بتاعنا اهو زي ما احنا شايفين ظهر قدامنا صفحة ويب خلينا ندخل عليها خليه دخل ايه على طول على صفحة يوتيوب اوي طيب انا دلوقتي عملت الكيو ار خلاص طب هل اقدر ان انا اعمل بيه حاجه تانية طب انا دلوقتي كده خلصت خلاص وهل اقدر استفاد بالكيو ار كود ده في حاجه تانية ايوه اقدر ان انا اخده كوبي واروح مثلا على برنامج الوورد واضغط هنا بيست هلاقيه نزل قدامي وبرده نفس الطريقه هقدر ان انا اتعامل معاه ان انا اغيره في اي حته اقدر ان انا اكبره اقدر اصغر طيب اقدر اعمل بيه تاني هل تقدر تدخله في الفوتوشوب طب تعالوا نشوف مع بعض هنفتح برنامج الفوتوشوب ونشوف فتح معانا برنامج الفوتوشوب وبرضو بنفس الطريقة هاجي اعمل هنا كنترول في هنلاقيه نزل معانا بمنتهى البساطة برضه أقدر إن أنا أكبر الكيو آر كود بتاعي وأحطه في الديزاين وأستخدمه بمنتهى البساطة طيب هل نقدر نخرجه آه كصورة تبقى موجودة عندي على الجهاز إن أنا أقدر أستخدمها في أي حاجة تاني أيوه هضغط هنا كليك يمين وأعمل سيف أز بيكتشرز وأقدر إن أنا هنا أسيفه بأي اسم تمام وأعمل سيف خليها على الديسكتوب سيف تعالوا يعني نشوفها مع بعض اهو نزل معانا بمنتهى البساطة كيو ار كود بتاعنا ولو جينا برضو على الوورد وعملت من قائمة إنسرت وجيت هنا على جيت اد اي ان اس بس هنا هاجي بقى مثلا على انا خلاص انا نزلت البرنامج عندي اللي هو كيو ار كود فور اوفيس فانا هاجي من ماي اد هشوف عندي هلاقي كيو ار فور اوفيس موجود اهو مجرد ان انا اضغط عليه واعمل اديت خلاص هو نزل معايا في الوورد واقدر برضو من خلاله ان انا مثلا اعمل كيو ار كود برقم التليفون مثلا زائد زي اتنين زيرو تمام ده رقم تليفون وبرضو زي ما احنا قلنا نختار السايز وادي مثلا لون ازرق تمام واعمل انسيرت طب هو عايزني ان انا اخد الصوره هنا في الوورد كوبي تمام واجي هنا اعمل لها نزلت معانا هي برضو بمنتهى البساطه تمام ومن غير اي مشكله واخر حاجه عندنا النهارده في الفيديو بتاعنا آه هنعمل كيو ار كود عن طريق الاكسل هو الاكسل حاله من حال الباوربوينت والورد. فلو جينا مثلا للاكسل هنروح بنفس الطريقه وطبعا اقدر ان انا اخد كوبي للكيو ار كود اللي انا عملته مثلا في الباوربوينت احطه هنا في الاكسل عادي ما فيش اي مشكله انما هنعمل له كرييت من الاكسل على طول بنفس الطريقه هنروح على قائمه انسرت ومن قائمه انسرت هندخل على ماي اد ماي اد هندخل على كيو ار فور اوفيس دخلنا هنا على كيو ار فور اوفيس من هنا هختار الطيب بتاعه مثلا لو يكن اس ام اس ونكتب الرقم ولو يكن تمام ونختار اللون بتاعه بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب وكل حاجة ونغير السايز بعد ما خلصت كده أعمل إنسرت. عملت إنسرت أهو نزل معايا بصورة واضحة وبسيطة أقدر برضه إن أنا أتحكم فيه إن أنا أحطه في أي مكان في الشيت عندي أقدر أتحكم في الحجم وبكده نبقى خلصنا موضوع الإكسل بالنسبة للإكسل فإن شاء الله هعمل فيديو منفصل آه للاكسل فقط لو انا عندي منتجات كتيره في شيت الاكسل وعايز اعمل لكل منتج بصوره سريعه كيو ار كود خاص بي او عندي مواقع كتيره وعايز اعمل لكل كيو ار كود لكل واحد فيهم كيو ار كود منفصل تمام ازاي هنقدر نعمل ده؟ ان شاء الله اشرحه لكم في الفيديو الجاي اتمنى ان انتم تكونوا استفدتم من فيديو النهارده وان شاء الله اشوفكم في الفيديو القادم مع قناه يوتيوب اوي متنساش الاشتراك في القناه لو مش مشترك وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد ولايك للفيديو